إعادة الحياة إلى تعز المنكوبة أو محاولة إخراجها من النفق المظلم الذي فرض أن تظل فيه منذ الساعات الأولى للحرب. هذا ما يبدو عليه المشهد خلال الزيارة الحكومية إلى تعز المحاصرة، زيارة تأتي في ظل وضع اجتماعي وسياسي منقسم تعيشه المحافظة، إضافة إلى انفلات وتداخل في الصلاحيات الأمنية والإدارية، الأمر الذي انعكس على واقع تماسك المؤسسات بشكل عام وعلى تطبيع الوضع الأمني بشكل خاص. وفي ظل عوائق كثيرة تعيشها المحافظة وبروز فصائل مسلحة تعمل خارج الإطار المؤسسي للدولة وأجهزتها المختلفة، بل وتمتلك أسلحة أقوى من تلك التي تمتلكها مؤسسات الدولة، ما يزال أمام الوفد الحكومي تحديات كثيرة أهمها إيقاف ملامح هذا التدهور وإخراج المحافظة من الوضع الكارثي الذي تعيشه. الحكومة وعبر نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري وجهت بإخلاء المدارس بمدينة تعز وتسليمها للجهات المختصة ليتسنى تدشين العام الدراسي الجديد وعودة المدارس للعمل واستقبال الطلاب في المدينة. البدء باستلام المقرات التربوية والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية المنشآت التعليمية كان أهم النقاط التي ركزت عليها الزيارة الحكومية الأخيرة، بالإضافة إلى إعادة العمل القضائي والمطالبة بسرعة توريد كل إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي بإشراف مباشر من وزارة المالية. معالجة حالة الفوضى والانتشار العشوائي للسلاح الذي بات في متناول الجميع أفراداً وفصائل كانت من أهم المطالب الاجتماعية في تعز، خصوصاً بعد قيام بعض الفصائل بتشكيل أقسام وسجون تابعة لها والسيطرة على بعض أقسام الشرطة، كما أكدت ذلك في وقت سابق الإدارة العامة للشرطة في تعز. ملفات أمنية وإدارية عديدة بحسب متابعين ستحدد جدوى الزيارة الحكومية إلى تعز، فعلى الرغم من تقليل البعض لحدة التباينات والمشاكل الموجودة في المحافظة، إلا أن تطورات المشهد الأمني قاد آخرين للتخوف من انعكاس ذلك على معركة استعادة المحافظة وحرف مسارها بشكل كلي.